لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أن ندعوه بأسمائه وأن نتعبد له بها. وكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يحمل صفة من صفاته، فضلا عن الصفات التي وردت في الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. ولقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن بعدهم المؤمنين عموما على ربط قلوبهم بهذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويربط قلوبهم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، ليرسخ هذا الأمر في نفوسهم وفي قلوبهم. وهذا الذي يسميه الناس بالتربية العملية، فإنه هناك التربية النظرية وهي التوجيه بالبيان والتعريف ونحو ذلك، وهناك التربية العملية وهي التطبيق لهذا الكلام النظري وهذه الإرشادات النظرية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالتوجيه والإرشاد والتطبيق العملي على ربط قلوبهم بأسماء الله عز وجل وصفاته. ولنأخذ يعني حادثتين من الحوادث التي يظهر فيها هذا المعنى جليا. الحادثة الأولى يظهر فيها أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ربط قلوبهم بأسماء الله وصفاته في جانب صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة القدرة، أي قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله من أسمائه القدير والقادر، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه قدير وأنه ذو قدرة. فهذه الحادثة الأولى تظهر لك عظيم تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الأسماء والصفات قولا وعملا. فكما روى الإمام مسلم والترمذي رحمهما الله تعالى من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، قال: فسمعت صوتا من خلفي. كنت أضرب غلاما لي بالصوت، الكرباك اللي هو المعروف يعني عندنا ليضرب به الدواب ونحو ذلك. قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، قال: فسمعت صوتا من خلفي. سمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، سمعت صوتا يقول هذا، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. كان بيضرب الغلام بتاعه العبد، فسمع صوتا من ورائه يقول له اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صاحب الصوت اقترب فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. المرة الأولانية كان لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، المرتين التانيين بقى هو يراه.
النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه مرة أخرى: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي. مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فحصل له هيبة من هذا التنبيه. قال: فألقيت الصوت من يدي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب بعده غلاما أبدا، هو حر لوجه الله. هذه الحادثة يظهر لك فيها هذا الأثر، أو يظهر لك فيها عظيم تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على ربط قلوبهم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم قال له: اعلم، اعلم. ثم بعد ذلك قال: اعلم أن الله أقدر. فإن كنت أنت قادر على هذا الغلام تعذبه، فالله أقدر منك، فقدرتك ليست كقدرة الله عز وجل، فالله أقدر منك. فلما كان ذلك خاف الصحابي، وذلك لأنه فهم المعنى على الفور، وفهم ما يشتمله ذلك: اعلم أن الله أقدر عليك، يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة. والصحابة يعلمون المقصود بالقدرة، يعني قدرة الله تعالى، يعلمون أنه سبحانه وتعالى قادر، وأنه قدير على كل شيء، فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. فالمخلوق وإن أعطي شيئا من القدرة فالله أقدر منه، المخلوق إن أعطي شيئا من القدرة يتسلط به على غيره ربما بالظلم ونحو ذلك، فالله أقدر منه على أن يلتقم لهذا المخلوق. وإلا كما في رواية أخرى لما قال أبو مسعود هو حر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تكن تفعل للفحتك النار، أو كما قال، يعني إن لم تفعل هذا للفحتك النار، يعني لو ما كنتش عملت كده للفحتك النار. وهذا كله من باب بيان عظيم قدرة الله عليه. اعلم أن الله أقدر عليك، أقدر، ومن قدرته أن يعذبك بالنار، أن يعاقبك يوم القيامة على ظلمك لهذا العبد، وأن يعاقبك بالنار. فكان هذا له الأثر العظيم على قلب هذا الصحابي الجليل، حتى قال هو حر، وقال لا أضرب بعده غلاما أبدا، مش ممكن بعد كده إيدي هتتمد تاني على غلام، فإن كنت أنا عليه قادر فالله علي أقدر. ولذلك هذه التربية يا أخوانا لها أثر على القلب، لها أثر على السلوك. انظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام وهو في السجن، لما كان ما كان من أمر الغلامين معه وأمر الرؤيا والمنام ونحو ذلك، فلما كان ذلك فسر لهما المنام بعد ما دعاهم إلى التوحيد، فكان من بين دعوته أن قال في كلامه: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لماذا اختار يوسف عليه السلام هذين الاسمين؟ فلله أسماء كثيرة، لماذا اختار هذين الاسمين
في هذا الموطن وهذا المحل. قال يا 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 صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لماذا يا جماعة الخير؟ ها؟ استنى، ها؟ فكروا. احنا لسه بنقول دلوقتي، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي مسعود الله أقدر منك، يعني إن كنت عندك قدرة فالله أقدر. ها؟ فضناش. على مين؟ معنى لكنه مش هو المراد قوي. ها؟ أيوة. أيوة بالفعل، بالفعل. أي نعم. استعمال الاسم في أنسب موضع. لماذا أتى لهم يوسف بهذين الاسمين؟ الواحد القهار، الواحد من باب دعوتهم للتوحيد، القهار إذ أنهم مقهورون من غيرهم. هم مقهورون في السجن، مرميين جوه السجن، والسجين مقهور، قهره غيره ورماه جوه السجن. فإذا قلت له أن من صفات الله الواحد أنه قهار، عند ذلك ماذا يحدث؟ تعظم أو يعظم رجاؤه في ربه هذا، أنه ينجيه من القهارين الذين قهروا، من الذين قهروه. فالله سبحانه وتعالى إن كانوا هم قهروا فالله سبحانه وتعالى يقهر عليهم، والله سبحانه وتعالى أعظم قهرا، ولذلك ذكرهم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.